يا ساتر يا رب، ايه الاكل ده؟ ما هو بياكلونا من نفس الاكل اللي هما بياكلوا مني، علشان اللي يخرج من هنا يبقى يقول للعالم عن حاله البؤس اللي هما عايشين فيها. انا حاسس الاكل ده عباره عن صياديه سحالي على براس. دي حلوه حلاوه كبير، الحمد لله، بس يا رب تسد جوعك. انت محسستني كده زي ما بكون بتاكل مهلبيه يعني جاتو. ايه ده؟ احنا فين؟ في الصومال. فين؟ في الصومال. الصومال؟ الصومال؟ بس ما فيش حاجه، ده واد عبيط، ما فيش اي حاجه خالص. احنا في الصومال ليه؟ جينا ايه؟ احنا كليه يعني جايين نعمل سفاري. اديك شايف السلاح والدنيا اللي احنا متنيله بنيله. ما تفهموا يا شيخ حسن. نحن لسنا أشرار. We are not bastards. ولسنا عصابة مجرمة أرادت قطفكم وقتلكم. We are not a gangster wanted to hijack you and to kill you. ولسنا لصوص أيضا. We are not thieves. بل نحن ضحايا. لو سمحت، واللي بتعملوه فينا ده بتسموه ايه؟ انا ما صل على النبي، صل على النبي. في كده معقول؟ دي اصلا وليه مجنونه. ما فيش حاجه. انتم تعتقدون انكم مخطوفون. You think you are under our control. ولكننا في هذه القريه النائيه المختطفون. But in this poor village we are your hijackers. ملقى بنا في العراء لنموت من الجوع والأوبئة والعالم لا يشعر بنا. We are suffering there in desert and the world cannot hear us. وأنتم هنا الآن ليسمعنا العالم كله. And we are here now the world to hear us. لقد طلبنا من حكومة دولتكم أن تدفع مبلغ مليون دولار للإفراج عن كل واحد فيكم. We ask your government to pay $1 million for every one of you to let you go. ونحن بانتظار الرد. And we are waiting the answer. هو بيقول يا كبير بيعزمنا على فرح بنته واخرس خالص. والله اكلهم حلو يا عبد الجليل. الواحد ابتدى يستطعمه، هو بس مشطشط شويه. ها؟ هو احنا هنعمل ايه يا باشا؟ هنعمل ايه في ايه؟ في الفلوس، الفلوس في الشنط، والشنط على الطياره. الشنط الطياره كلها بياخدوها يتحفظوا عليها وتتحط في الامانات. ان شاء الله لما نخرج من هنا بالسلامه هنلاقيهم زي ما هم. دلوقتي بقى ناجي باشا، انا عايز اعرف حاجه. احنا ايه اللي معادنا هنا؟ ما ندفع الفديه ونخلص؟ ايه يعني مليون دولار لكل واحد؟ اسكت يا زاهر، اسكت. لا انا مش هسكت بقى، انا مش عارف ايه اللي جاب المشوار المهبب ده، انا مش عارف ايه اللي جاب دي، ايه اللي جاب دي، ايه اللي جاب دي، ايه اللي جاب المشوار المهبب ده؟ اسكت، انا مش عارف ايه اللي جاب دي، ايه اللي جاب دي، بقول لك اسكت، هتوديني قد ايه؟ اسكت. ما فيش حاجه، ده اصلها حاله عصبيه بيجي له قبل ما يخش الحمام.
هو دايما ساعة ما يخش الحمام تجي له حالة زي دي. ليه؟ لأن هو كان متعود إن أمه دايما بتخش معاه الحمام لغاية دلوقتي. بس فيا ريت تبعته جيب والدته عشان يعرف يخش الحمام. What is your name? Wati. أنا اسمي Wati. تتكلم عربي؟ نعم. ماستر أنا أعرف لغة عربية. تعرفي لغة عربية Wati؟ نعم. أنت كنت مسافرة مصر تعملي إيه Wati؟ أنا أعملي حاجة خديجة. أنا أعملي حاجة خديجة. تعملي عند الحاجة خديجة؟ نعم. دي مصرية؟ لا هي سعودية. سعودية وإيه يعني اللي مسافرك مصر لوحدك يعني؟ هي ستذهب إلى مصر بعد يومين. هناك هي تسكن في فيلا، لكن أنا أذهب قبلها لتنسي فيلا. دلوقتي الحاجة خديجة هتروح تلاقي فيلا مش نظيفة هتطين عشتك. هي لا تصدق أنني مكتوفة. هي تقول دائما أنني كاذبة. لازم أحد منهم يقول لي حاجة خديجة أنا مكتوفة. لا صعبة ولا يهمك. إن شاء الله قبل ما نمشي من هنا هكلم الزعيم بتاعهم يديك ورقة إن أنت كنت مخطوفة. ها؟ ياتي؟ واتي؟ واتي.